لو اطلعنا على هذه الويب فورم ده خليني افترض ان عندي ويب فورم 60 درجه 60 درجه 60 درجه اطلع هاي الويف فورم. هاي الويف فورم رح تيجي معنا لما نيجي على الانفرترز. اطلع على الكرنت اللي بسحبه او الفولتج اللي بيطلع معي من انفرتر، ستيب ويف انفرتر، مش ساينوسويدال انفرتر. وهلا باجي بسال السؤال، نفترض انه هذه هون اف اوميجا تي، وعادي عندي هون تي او اوميجا تي، وعمالي بسال بدي اقول او خليني افترض انها في مثلا او اي، بدي اطلع في ار ام اس تبعت الويف فورم، شو بتصير؟ اوكي، نرجع لتعريف الار ام اس. ايش تعريف الار ام اس للويف فورم؟ اذا عندي انا في اوف اوميجا تي وبدي الاقي الار ام اس تبعها، طلع الار ام اس تبع الويف فورم، ايش لازم اعمل اول شيء؟ روت مين سكوير، فبربع اول شيء الويف فورم نفسها مظبوط، فبدي اخذ في اوميجا تي سكوير دي اوميجا تي من 0 ل 2 باي مين؟ هاي المين سكوير روت مين سكوير، مش ار ام اس هيك تعريفها؟ سكوير هي ربعت السيجنال في كل لحظه من اللحظات، ربعتها كاملتها وقسمتها على 2 باي، كاني ايش عملت؟ على فكره كاني بطلع الباور مزبوط؟ اذا ربعت في يعني بس بدي لك هون اقسم على ار، ار كونستنت ما هي بطلعها برا، فعمال ايش بربع السيجنال؟ بربع السيجنال عم بطلع الانستنتينيوس باور. كل عارف ايش الانستنتينيوس باور مرت عليكم؟ بي اوف تي انستنتينيوس بتساوي في اوف تي اي اوف تي، ما في كوساين فاي هون، هذه كل نقطه بنقطتها. ايش بي اوف تي انستنتينيوس؟ انستنتينيوس باور يعني قيمه الباور عند كل نقطه من النقاط، هاي كفانكشن مش كابيتال بي. كابيتال بي شو راح تطلع؟ البي كابيتال راح تكون الافرج 1 على 2 باي اوف بي اوف تي، او اذا بدك اوميجا تي دي اوميجا تي من 0 ل 2 باي، مظبوط؟ هذا تعريف الباور، ريل باور، مظبوط؟ لكن في عندي شيء اسمه الانستنتينيوس باور، اللي هي قيمة الباور في كل لحظة من اللحظات. لحظة لما يكون في عندي رياكتيف اليمنتس، اندكتر وكاباستر، شو عماله بيصير في الباور؟ هل في باور عم بتصير؟ لا لا، اندكتيف أو كاباسيتيف. هل الاندكتيف والكاباسيتيف they consume power؟ لا، شو بيعملوا فيها؟ بيعملوا زي لا 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 الباور شو عم بيصير فيها؟ رياكتيف. ايش الرياكتيف؟ ليش سميناهم رياكتيف كومبوننتس؟ هدول الاندكتر والكاباستر بيخزنها. تمام، الاندكتر بيستعير منك طاقه، بيخزنها باي شكل؟ ماجنتيك. وقديش قيمتها؟ نص هاف ال اي سكوير. وبعدين شو بيعمل بالسايكل اللي بعدها؟ برجع لي اياها، مش برجع لي اياها؟ الكاباستر شو بيعمل؟ باخذ باور، باخذها بس بيرجعها. بس الافرج اوفر 2 باي، قديش النت باور اللي بيستهلكها من الاندكتر؟ اذا تذكر دائما الاندكتر هو مزبوط ما بيستهلك باور، هو ما بيستهلك نت باور، بس هو بيسحب باور ويرجعها، بيسحب باور وبرجعها، ولذلك بنسميهم رياكتيف اليمنت. اوكي ماشي، واضح. وهذا الفرق ما بين بي اوف تي وكابيتال بي. بي اوف تي للاندكتر والكاباستر مش زيرو، في ويف فورم، بس الافرج تبع هاي الويف فورم قديش؟ زيرو. بي اوف تي للريزستر مش زيرو، والافرج تبعها مش زيرو. اوكي ماشي واضح، بنكمل هلا هاي، بكملها المره الجايه.